جرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وأقل البلدان كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 57,000 نسمة فقط. تقع جرينلاند فوق صفيحة جرينلاند، وهي صفيحة فرعية من صفيحة أمريكا الشمالية. يتكون كراتون جرينلاند من بعض أقدم الصخور على وجه الأرض. يحتوي حزام الحجر الأخضر لإسوا في جنوب غرب جرينلاند على أقدم صخور معروفة على وجه الأرض. يتراوح عمرها بين 3.7 و 3.8 مليار سنة، وتتركز كثافتها السكانية على الساحل الغربي. أما بالنسبة لطبيعتها، فالمناطق الداخلية منها مغطاة بطبقة سميكة من الجليد، مما سبب لدى العلماء القلق البالغ من ذوبان الجليد فيها بسرعة نتيجة للاحترار العالمي. وتعد هذه الجزيرة جغرافيا جزءا من قارة أوروبا، ومع ذلك فهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكن تم قبولها كدولة ذات ارتباط خاص بالاتحاد، وعقدت لها اتفاقية معينة تتعلق بمصائد السمك، وتعتبر أيضا جزءا من الدنمارك، ومع ذلك فهي تتمتع بالحكم الذاتي تقريبا.